كل عام وانتم بخير جميعا، رمضان كريم عليكم. معاكم عيسى شيخ. التلفزيون في رمضان تمثيليات فوازير ومقالب، والنص الثاني كله دعايات. احنا جمعنا لكم الثلاثة هذه في برنامج واحد، التمثيل على الضيف والفوازير عليكم والمقلب سيبوا عليه. قاعد اقول لك كده، انت يا اما انت شايف نفسك كويس؟ ما قلت لي انه ظهرك وجعان عارفتك ولا شيء. لو بقوله بقوله ترى مو عباطه الهرج. اسمع والله انا من جد انا اصلا ادرك. لا لا نهدى 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 نهدى. انا ما سريت، انت اللي شخصنت الموضوع. ترى انا ماني جاي منك لين عشان اتبهلل، ترى كلمه ما حتفرق في تصوير عيسى. تابعونا في برنامج عيسى جاب العيد على اليوتيوب، ولا تنسوا تشتركوا في القناه. يعني انت يعني مو وقتك. كيف مو وقتك؟ يعني كان قلت ليها قبل ما ابدا. متى وقتي؟ قبل ما ابدا. طب ليه ما تقولها يا اخي؟ انت ليه ما قلت لي احضرها قبل ما تتضارب معاي؟ لا اله الا الله. يعني حنبدا كده يعني على نفسه مو علي. على نفسه انا ماني مرته.